السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بشار لنقف على الأشغال تاع الخط المنجمي الجديد الذي تقرر إنشاؤه على امتداد مسافة 950 كيلومتر. واليوم رانا بصدد زيارة تاع وزير الأشغال العمومية في ولاية بشار، واللي الخط هذا يعني الجزء ديالو الواقع في بلاد بشار فيه 200 كيلومتر طول باتجاه ولاية تندوف. إذا نخليكم تتابعوا يعني الحالة تاع الأشغال نتاع الفتح الرواق نتاع الطريق هذا أو الخط المنجمي الجديد هذا غرب الوطن. إذا نخليكم تتابعوا الأشغال نتاع الفتح الرواق، والسلام عليكم.